السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الموسوعة الحسينية. معجم المقالات الحسينية الجزء الثاني هو عنوانة حلقتنا لهذا اليوم. يحرص العيلم المحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي على إحياء النهضة الحسينية المباركة بشتى مجالاتها بإخلاص وإغناء جوانبها بصدق ومواكبة دقائقها بإمعان ومراقبة أصدائها بتأمل ورصد حيثياتها بإتقان وتوثيق تاريخها بأمانة. فكانت مباحثه صورة واضحة للباحثين وعطاء ثرا لمن أراد أن يقف على دقائق وتفاصيل وأجزاء التطورات التاريخية والأصداء الجماهيرية للثورة الحسينية على جميع الأصعدة. في هذا الجزء وهو الثاني من معجم المقالات الحسينية والجزء 67 من موسوعته دائرة المعارف الحسينية، يكمل الكرباسي ما بدأه في الجزء الأول الذي استعرض فيه المقالة لغويا واصطلاحيا، كما استعرض أقسامها وخصائصها وعناصرها وجذورها، ثم أدرج في 4 نقاط وصايا مهمة يجب على الكاتب الأخذ بها والالتزام بمضمونها. قبل أن ننتقل في الحديث عن هذا الجزء وهو الثاني، نرى من مستلزمات البحث التطرق إلى بقية ما أورده الكرباسي مشاهدينا في الجزء الأول من أمور وأشياء مهمة تتعلق بالمقالة، وقد أرجأنا الحديث عنها في وقتها نظرا لمحدودية الوقت. بعد أن يقدم الكرباسي وصاياه إلى الكتاب والباحثين، يطرق باباً لا يقل عنه أهمية وهو المحسنات، التي تضم 6 نقاط هي بإيجاز: الأدب، إذ إن لكل موضوع أدبه الخاص ولغته الخاصة يختلفان عن غيره، فالفقه له أدبه ولغته، وكذلك الفلسفة والاجتماع والسياسة والاقتصاد والأدب. أما باقي النقاط فهي التركيز على الفكرة والخاتمة المنسجمة والوضوح في بيان الفكرة وتحديد القارئ، وهو ما يتعلق بالمتلقي وعمره ومدى استجابته للمقال، ومواكبة العصر، أي الحديث عن قضايا المجتمع، وأخيراً حجم المقالة حيث ينبغي مراعاته حسب حجم الموضوع وأهميته. أما في أنواع المقالة، وهو الباب الذي يصنف المقالات حسب موضوعاتها العلمية والاجتماعية والسياسية والأدبية وغيرها، فالكرباسي يقسمها إلى 4 أقسام، وهي النقد والدراسة والعادية والصحافة، ثم يطرق أبواب تاريخ الصحافة وأنواع الصحف لينتقل إلى حقل أكثر سعة، ويقدم نماذج حية لما أشار إليه في بحوثه وأبوابه من خلال باب قصص من الواقع، والذي حكى في 14 قصة جرت في الواقع. ثم يستعرض الكرباسي 14 نقطة مهمة في باب معايير في المقالة والكلمة، منها العنوان الذي يجب أن يكون مطابقاً مع الموضوع ولا يكون مكرراً أو مطروقاً من قبل الآخرين، وينبغي عدم الابتعاد عن الموضوع وعدم الإسهاب والإطالة غير المبررة، وترك الغموض الذي يخلق هوة بين الكاتب والمتلقي، والتوقف عند مكان مناسب إذا كانت المقالة على شكل حلقات، وعدم كتابة المقالة بأسماء مستعارة، فإن ذلك يفقدها قيمتها إلا إذا كان معذوراً، والابتعاد عن المبالغة والالتزام بأخلاقية الكلمة. إنما طرحه الكرباسي يمثل دستوراً صحافياً من خلال اتصاله بأصول ومبادئ موضوعية دلت على إلمامه بأسس ومبادئ الصحافة، والتي حددت الصورة الأجلى والانطباع الحقيقي لها في وقت بغى عليها الذوق الفردي والسطحية والابتذال والأهواء والتضارب والمناكفات والتحريف. يدخل الكرباسي بعدها في غاية الكتاب، فيذكر الموارد التي استقى منها، وهي وسائل الإعلام الوارد ذكرها،
في الكتاب من المجلات والصحف والنشرات والمراكز الدراسية والمواقع والشبكات الإلكترونية باللغات العربية والفارسية والأردية والإنجليزية والصادرة في العراق ولبنان والبحرين وإيران والسعودية ومصر والمغرب والكويت وتركيا والهند وباكستان ولندن والسويد وغيرها، ويذكر أسماء مسؤوليها ومؤسسيها ورؤساء تحريرها وتاريخ صدورها وأماكنها. ومن هذه المجلات مجلة آفاق حسينية وأجوبة المسائل الدينية والأخلاق والآداب وإرشاد والأضواء والإيمان وبيام عمل وبشرى وتنظيم المكاتب والتوحيد والثقافة الإسلامية والجديدة وجعفري وذكريات المعصومين وديوان العرب ورسالة الإسلام البغدادية والقاهرية ورسالة الثقلين ورسالة الحسين عليه السلام ورسالة الشرق والشهيد وصدى عاشوراء وصوت الخليج وصوت المبلغين والطريق الإسلامي وطريق الحق والعالم والعدالة والعدل الإسلامي والغدير اللبنانية والباكستانية وفدك والفوانيس والكلمة ولواء الإسلام والمعرفة والمنتظر والمنتقى والمواقف والموسم والنبراس والنجف والنور ونور الإسلام والهادي. ومن الصحف والجرائد الانتفاضة والبديل والدار ورسالة وسلام والشرق البغدادية والقطرية والشرق الأوسط والشمس والصباح الجديد وصوت العراق وعاشوراء اللندنية والطهرانية والعرب والعمل الإسلامي والفرات والمؤتمر والمدى والمنار والموقف الإسلامي وميدل إيست أونلاين وهم شهري والوفاق الإسلامي والوقت. ومن المواقع الإلكترونية موقع الإمام الحسن العسكري عليه السلام وتبيان والركن الأخضر والنور. ومن الشبكات شبكة الإمامين الحسنين للتراث والفكر الإسلامي والزوراء والمرصد العراقي ومزن الثقافية. ومن المراكز الدراسية مركز الرأي الآخر. ومن النشرات نشرة رسالة عاشوراء والطف وكربلاء الشهادة وبيان المجلس السنوي. مشاهدينا، بعد أن يستعرض الكرباسي الموارد التي أخرج منها المقالات، يبين آلية العمل في هذا الكتاب، ويتمثل في بيان عنوان المقالة وكاتبها ولغتها وموضع نشرها وتاريخها وموضوعها والمصدر ووضع الفهارس لها. ثم يوضح الكرباسي منهجيته في وضع الكتاب التي تختلف عن مناهجه في أبواب الموسوعة الأخرى، وهي أنه جمع في كل جزء من أجزائه باقة من العناوين من حرف الألف إلى حرف الياء دون الانتظار إلى أن ينتهي كل حرف للبدء بالآخر، ليأتي كل جزء حاملاً معه جميع الحروف الأبجدية كل حسب استيعابه. كما وضع في كل جزء منه جدولاً بالتطبيقات التاريخية لكل من التقاويم الثلاثة: الهجرية القمرية والهجرية الشمسية والميلادية. وقد ضم هذا الجزء الأول من الكتاب 684 عنواناً، أما الجزء الثاني فقد احتوى على 768 عنواناً ليكون المجموع 1452 عنواناً. كما احتوى هذا الجزء على موارد أخرى من صحف ومجلات ووسائل إعلامية أخرى سنذكرها في الحلقة القادمة. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموسوعة الحسينية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.